هو يسأل يقول في عمل احنا نعمل فيه او مو هو يعني يقول واحد يعمل في سكرين المكاتب بس فاتحين مات البصمة بس صممش انا استبعد هذا الشيء عطني بعد نهاية الدرس عطني المكان نسوي تحري عليه ونروح نخاطب الوزير ان شاء الله تعالى نروح نخاطب ونتكلم على هالموضوع سم ينتقل يطلب نقل ما يقدم استقالته يقدم وظيفة ثانية حللوا معاشكم بس الإنسان يحلل معاشه خاف الله في معاشه.